يعني انا هربت من البيت عشان ابوي وسوالفه، عشان اكل اشي، طلعت لي سوالفه اللمبه وقلنا ماشي. طب هسا لو صار في اشي انا ولا متت ولا صارت مصيبه تاخذني في داهيه، لينو الولد مين راح ياخذ باله منهم؟ هذا البيت خطر، والله هذا خطر. حزب الرجل الأردني المعاصر السياسي الديمقراطي. شو في أحلى من هيك يا زين؟ أبو خالد حكيت مع أبو زيد؟ تمام تمام. أبو لؤي ممتاز ممتاز، بس اسمع مثل ما قلت لك أهم إشي يكون متجوز ومرأته من الشفريق ومطلع روحه، يكون عايف حاله من أولاده، ويفضل يكون على وجه قسطرة. ماشي ماشي خلص كمل اتصالاتك. هلا سجلوا هذا التاريخ عندكم، يوم بداية مسيرة أبو فؤاد السياسية الحزبية الديمقراطية.